الله أكبر، إطلاق نار من الرشاشات المروحية في سماء خارة 18/8/2012. الطيران الأسدي يحوم فوق سماء خارة من ساعات الصباح الباكر. الله أكبر. أعمدة الدخان تتصاعد من أحد المباني السكنية الآمنين جراء الخصف العشوائي فوق سماء خارة بتاريخ 18/8/2012. والشوارع خالية من كل سكان خارة بسبب هذا الخصف العشوائي من ساعات الصباح الباكر. اللهم سلم يا رب. ما ذنب هذه العائلات المدنية الآمنة حتى تخصف بالطيران؟ إنها عيدية بشار الأسد. هكذا يبارك للسوريين بالعيد. الله أكبر، الطائرة ستخصف. الله أكبر عليك بشار، ستخصف الطائرة الآن. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. هذا الخصف والرش من الطائرات المروحية من ساعات الصباح الباكر. وهذا جبل خارة. ما ترش ولا يا شبيب.
هي تخصيف المدنيين في سمان مدينة خارة بتاريخ 18/8/2005. إنه يوم الوقفة، هذه مباركة بشار الأسد للسوريين. الله أكبر، الله أكبر.